كنت أنا في البداية كنا نعمل على تنظيم في دمشق، فكان أبو المعرف معرفة بدمشق كان معاه إنه نسوي تنظيم على فلسطين، وأنا كان التنظيم اللي أنا مسويه كان تنظيم إسلامي، يعني وهو كل العرب فيه، يعني ما يهمنا من الذي يعمل به، يعني ما يهمنا انه شو جنسيته، بس هم يكون عربي. فذهبت في البداية، دخلت الجامعة الأمريكية، كنت الثالث في سوريا، في الثالث في عملية ثانوية. في الثانوية يعني. فهذول فلما أول ما رحت أنا عجبت فيهم، وهم بيفهموا يعني يعني يفهموا العظيم عكس ما يفهموا احنا، كانوا هم يفهموا مثلا اللغز اللغز المشرشح، احنا نعتبره انه هذا دليل انه عدم مأخوذ بالغرب بالغربية بالغرب بالغرب، فهم كانوا يعتبرون مأخوذ بالغرب. نعم. المهم يعني لقيت ما لي مجال في الجامعة الأمريكية، إنه بدهم يطلعوني من الجامعة، فحملت من نفسي ذهبت إلى ألمانيا. بألمانيا لأجل هذا المشهد يعني، وكان يعني العمل عندي مرهون عمل ودراسي، وما قدرت أنجح بالاثنين يعني، مش واحد أو واحد. فدخلت كلية ماينز، كلية مدى يعني ماينز كانت فيش كان فيها هندسي، لقيتها عملية طويلة نازلة هندسي في دارمستاد، وهناك شكلت تنظيم تبع في دمشق في يعني. فبدنا نعمل، ولكن كنا نعمل بالاتحاد طلبة فلسطين يعني، وكنت أنا رئيس اتحاد طلبة فلسطين، يعني مسيطر على طلبة فلسطين اللي معي، وهم اللي جديد لنصدي يعني خلاف، لأنه كان تحت طلبي. أما بالنسبة إلي وللمجموعة القيادية، اشتركت باتحاد طلبة فلسطين وسيطرنا عليه، وعلى أساس إنه إحنا طالبين يعني، وكان ناخذ طالبينهم فناخذ ونصالحه شو إحنا، فيبقى ما هو التنظيم. فوضعناهم في الصورة، وكل الفروع تقريبا جندناها كلها، كانت تعمل للفكرة. فتعمل ليل نهار، شاهدوا التنظيم اللي وراء الكواليس
نعم، فالقصة طويلة، قصة الاتحاد هناك. ولكن المشكلة كيف دخلنا فتح التنظيم الواسع، كان تنظيم منظم في ألمانيا وفي إسبانيا، كان ألمانيا كان عند الفرعين مسيطرين تحصلت عليهم. كان أخواتي داخلين بفتح التانيين، فهم عندهم تلات أخوي. فقالوا لي هيك واحد تبحث معه، تبحث معك أمر مهم. مين طلع؟ هذا اسمه إيه، عاشور، كان من النمسا، كان هو من فتح. فأجى لعنا وبحث في الطلبة النتيجة. قلت له أنا، إحنا يعني من الثورة حالنا، كان التنظيم مثل الخلايا المنتشرة، تعرف شو في خارج ألمانيا. فقلت له أنا، أنت مالكو، يعني إحنا أخوانكم، بس إحنا أنت أخو منا. هو سوال يعني، أعطاني صورة عن فتح إنه كلها عسكر. قلت له احنا ما عندناش خلايا عسكرية، وانتو عندكم خلايا عسكرية، انتو عندكم تنظيم، احنا عندنا تنظيم. قال لي بس بدنا نقاتل، نقاتل يعني ضخم العمل المسلح. قلت له صحيح، احنا انا بعد انا بألمانيا التنظيم غالب على العسكر. من هون لهون عرض علي انه طب شو رايك اني اروح على الكويت اشوف الوضع هناك. ف اتفقت مع هايل اني اروح. كان هايل معي دخل، يعني هايل كان قوي في المنظمات الشعبية، وهو بعثي سابق. أنا يعني ما كان عندي تجربة اللي هو عنده إياها بالعمل الشعبي. كل تجربتي من الإخوان المسلمين إنه أنا يعني أعرف كيف أنظم الناس إسلاميا. رحت على الكويت، فأجا أخوي خالد وآخر من هل أنا مش في فتح الآن، ترك فتح. والله ما بذكر اسمه، أنا بذكر اسمه أنا. ف تحدثت معهم عنا، هم يقولوا شو قيمة كذا عمل مسلح الأساس. يعني فهم كانوا مصرين إنه شو قيمة خلايا تنظيمية. كان في 32 تنظيم فلسطيني في ذلك الوقت، يعني فتح بما فيهم فتح منهم. أنا كنت بريء، فما ما 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 يعني ما كان إنه الواحد عم بيعمل تنظيم بده يسيطر على الآخرين يعني. فبعدين عرضوا علي عرض انه انتم تمسكوا التنظيم
يعني من خلال مسلحة التنظيم. فكان مغريزين هذا العرض هذا، أنا ما عرضوا علي، عرضوا علي كان أبو جهاد من أول يوم عرفته، وهذا ما الرجل ما أعرفه شو اسمه، إنه أنا خرج من الفتح مبكرا. عادل عبد الكريم؟ عادل عبد الكريم، عادل عبد الكريم هو كان الخلية اللي ناقشت معي دخولنا الفتح، وكان طبعا أخو خالد، كان خالد الحسن يعني من المجموعة اللي بيدخلنا، اللي وبدأنا العمل في على في ذلك عملنا. وكان هذا العمل مهم كثير. ثم بعد ما دخلت بعد فترة عرفت شو في الفتح، فكانت مؤلفة من 5 خلايق مسلحة. الخلية كانت في كبيرة وصغيرة، يعني كان الخلايا المسلحة ما مبدئية، وإنما يعني المهم إن تتسوى حمل مسلح. ف بعد ما رحنا مرتين ثلاثة على الكويت، يعني خرجنا من النتيجة، كان الكويت عنا شبابنا مصنصين على الاتحاد في الكويت مثلا، في الاتحاد في مصر، يعني باسم اتحاد الطلاب مصر ألمانيا، كان هاي العز حميد، يعني بعثنا على ألمانيا، بس ما كنا نهتم بالخارج كثير يعني. كان هذا العمل بينما نظروا إلى ألمانيا صاروا قلدوها، إنه ألمانيا كيف تشتغل بالاتحاد، فالاتحاد العمل بألمانيا كان عبر اتحاد فلسطين نشيط جدا. طبعا كل الطلاب داخلين بالاتحاد، بس مش كل الطلاب فتح، يعني الفتح كان اللي ناطق به ومنصرح بعد فترة، وكنا قليلين مصرحة، يعني نخاف من العمل، كان مصريين مسلمينا بعثوا لنا ناس مصريين ضباط يشاركوا بالعمل، يعني كثير كنا نخاف من المصريين، يعني كانوا باعتين ضباط عاملين حالهم انهم طلاب ومكبار هيك بالعمر، يعني فرق كبير بيننا وبينهم، ونشك في الامر يعني، بس ما نقدر ما ندخلوا بالاتحاد انه متوفر الشروط، بينما قضية دخول انه تنظيم لا، وهذا شيء اخر. كنا ناخذ الطلاب مع بعض، الطلاب كلهم فخورين لأني اشتدوا وصار بفتح يعني. فكنا عبرنا مؤتمر فتح، مؤتمر الطلاب لفتح، مؤتمر الطلاب مش لفتح، يعني احنا كنا طلاب عندنا مؤتمر. فأجينا بهالمؤتمر هذا، قررنا إنه المؤتمر شرطه كفاح مسلح، وهو يعني بخلافهم
فتح صحيح يعني إيمانه بالكفاح المسلح يعني منها يعني، وهي كانت مهتمة بالكفاح المسلح من اهتمامها بأي شيء آخر يعني، إذا معناها مهتمة بالتنظيم مهم بأي شيء آخر. فرجعنا من هذا المؤتمر اللي صار من ماينز وقتها، وقررنا في كفاح المسلح وتنظيم ياخذ شكل يعني من نحول فتح لشكل فتح خلايا يعني. وكان كل فرع مثلا آخر كان نشيط يعني، حطينا في ثقلنا بالدرجة الأولى يعني، عرفنا من هو من هو يعني. آخر كانت يعني مرجعها فتح بالتنظيم، وهايدلبرغ وهامبورغ يعني كان 13 فرع كان، فكل فرع نجحنا إن له خلايا للطلاب وله خلايا خاصة اللي هي تنظيم فتح. وكان عنا هدول 13 فرع لهم أولوية ما في حد سؤال عليها يعني. لكن الفرق كان بين فتح انه مسلح هناك جهاز مسلح وهون جهاز تنظيمي يعني، هداك كان عنده تنظيم يعني بس مش تنظيم مسلح، كان مسلح ضعيف يعني. إني كانت تتفتح حولها يعني كثير ماخذين حكي، بينما احنا ما انضمينا فتح، انضمينا كتنظيم، ففتح ويت كثير لأنه عندنا مسلح، تنظيم مسلح صار عندنا تنظيم مع تنظيم. احنا وكان 13 فرع هذول يهتروا مؤتمرات تحت طلب فلسطين على اساس طلاب، على اساس الطلاب 13 فرع، بس لما يروحوا على الطلاب يروحوا على فتح يروحوا كفتح يعني، انه يختار مين يروح عليهم، يختاروا 13 ليكون في تنظيم في طلاب بدهم يصيروا فتح يعني، هم بيعرفوا هالشيء يعني. فاحنا كنا نحطهم، صرنا بعدين صرنا أبو جهاد يجي عنا كل شهر. ليش؟ كنا نلم مصاري تبرعات، وكان أبو جهاد معروف إنه فتح، فيجي ما نحن ناخذ مصاري لأنه بيجي الخلاف بعدين عن المصاري، أنا زيادة أنا نقصان كذا. وبعدين أبو جهاد يحضر، فأبو جهاد كان يؤخذ نوعا ما هذول يعني أهل أقوياء، إنه إحنا كنا منظمين كتير في ألمانيا، ويجي أبو جهاد يقعد معنا إنه بده يقعد يحكي لنا شيء، يحكي لنا عن شو بيسوي الكفاح المسلح، فتحوا
وحكينا هالكلام وأوجد بلد كثير، فإحنا نقول نأخذ بالصورة اللي أعطينا فيها عن فتح أبو جهاد، يعطينا فيها بعدين يأخذ المصاري ويروح. فكان يكون كل شهر نجمع له 6,000 مارك 10,000 مارك وصل أحيانا، لما يأخذون معروف إنه هذا من الكبار مسلح. وأبو جهاد كان لما يعدوا على الشباب يعدوا على أساس إنه أجل واحد يذبح مسلح عرفنا مع الزمان وندخله علينا. كان يجمع مصاري، يعني سويت وقتها جمع مصاري أكثر من فتح المبالغ اللي يجمعوها الشباب من الطلاب، من الطلاب عددهم كثير، يعني ألمانيا كل واحد جمع 10 مارك 15 مارك. وبالنسبة لألمانيا هذا مش كثير، بس بالنسبة للشرق مبلغ كثير جديد. لكن كانوا فتح فيهم ناس مثل هاني اسمه، كان اسمه هاني، يجمع مثلا من فوق من الطوقات العليا، قدومي اسمه. كان عنده حلو، كان هذا انه انا مع ماذا بجمع لكم مصاري، يجمع تنظيم مصاري، يجمع مصاري يجمع اكثر مننا طبعا، كان يتفوق علينا. احنا لكن كان العدد اللي يجمعهم 10,000 مارك من عدد واسع من الطلاب اللي يعني يتأهلوا يسيروا هن فتحويين، أكيد بعد ما يجمع أكثر من 10,000 ماذا تخرجوا. وكان عنا بفتح وقتها أول شيء ما كانش بفتح، يعني كان في تحت طلاب بيأدي دور، وكل الطلاب يعرفوا إنه ندفع هنأدي هالشهر لفتح. يعني لما كنا 10,000 أو 5,000 مارك كنا، كان كل طالب يعرف 10,000 مارك كل واحد يعرف. وهذا ولما يجي واحد نسأله ما يعرف، يا أخي ما يعرف بكرة بده تشك فينا، يعني نحاسبه. وكان وحطينا ورا مؤتمر مايز صار القبيح المسلح أخذ هناك بالمبدأ، صار كل الشباب يدرسوا قبيح المسلح ويجوا يدرسوا أسلوب ما هتلر هذا ماو تسيتون يدرسوا اسمه ماو تسيتون. واحنا عرفنا ان احنا هويين، يعني ما ادري.